السلام عليكم ورحمة الله. نيسان باترول بلاتينيوم، سيارة جي دي آي أو نظام حقن وقود مباشر. الثلاجة تركب هنا، البخاخات شوفوها تحت البلف، البلف موجود هنا. بالعادة لما تكون البخاخات فوق البلف، البخاخات تساعد في تنظيف البلف فيطيل عمر البلف. لاحظوا الآن كمية الأوساخ اللي راح تطلع من البلف، شايفين كيف؟ طب تدرون هذه الأوساخ كمان وين بتروح؟ بتنزل على البستم، بتنزل على جدار السلندر، صحيح باش مهندس ولا لا؟ بالضبط، بتسدم له حتى ضعفه في العزل. تخيلوا كمية الأوساخ الموجودة. النظام هذا ليس حصرا على سيارات نيسان، موجود في سيارات كثيرة من فورد، من مازدا، أي سيارة تسمع عنها حقن مباشر ترى ممكن تواجهك نفس المشكلة، ولازم تتعمل أو تنعمل صيانة للبلوف بالتنظيف. طبعا تنبيه مهم، بالأمس مرني أحد العملاء عنده سيارة جي إم سي وكنت تكلمت لكم عنها، فيها نفس النظام. تخيلوا جاء رش إي سي دالكو هنا وعبى المنطقة، السائل غير قابل للانضغاط. طب خليني أكمل، الله يعطيك. طيب خليك تكمل، بنكملها. المهم البلوف في بعضها كان على وضع القفل، قد يكون حافظ على السائل فوق، البعض منها كان على وضع الفتح مفتوح البلف ونزل السائل لداخل المحرك. إيش راح يصير إذا نزل السائل؟ طبعا تتوفر له صيانة، ولكن إذا أنت أخطأت زي ما قلنا وسكبت أي نوع من أنواع المنظفات هنا، إيش راح يصير؟ راح تدمر المحرك. طيب مبدئيا هذا بخاخ الحقن غير المباشر، هذا بخاخ الحقن المباشر، فين بيكون مكانه؟ في قلب السلندر من الداخل، يعني زيه زي البوش، بيتعرض لضغوطات عالية. تمام؟ حلو. النصيحة الأولى، بعد ما تعدى السيارة 30,000 تستخدم بخاخ ايا كان، محلول تنظيف بخاخات. بس هذا حينظف لك البخاخات، بس ما حينظف لك البلوف حبيب قلبي. بالنسبه للحقن المباشر الماكس فلاش، هذا ايش راح يسوي؟ هذا تستخدمه والسياره شغاله وتنظف. طبعا في الحاله هذا لازم تفك الثلاجه، لكن احنا نتكلم في بدايه لسه هيصير ترسبات. يعني تقصد خطوه استباقيه؟ انه تحافظ، يعني 30,000 لسه ما راح تجمع الوسخات. طيب السؤال، قبل شويه قلنا السائل غير قابل للانضغاط، ايش راح يصير؟ المبسط اللي هيصير، طبعا المفروض اللي بيدخل للسلندر هنا هواء وبنزين مخلوط. تمام، الهواء قابل للانضغاط، مجرد لما يدخل سائل داخل الماكينه هيعبي الحجره هذه، تمام، اللي هي حجره الضغط. البستم هو طالع، تمام، عن طريق حركه الكرنك راح يضغط السائل هذا. طبعا السائل هذا غير قابل للانضغاط، فاضعف نقطه راح تكون النقطه هذه، يعني راح ينطعج ذراع. بالضبط، ولو على سرعه المحرك راح ينكسر البلوك دايركت. اذا لا تنظفها الا عند ايش؟ مختص، بالذات او لو انت فاهم بالذات سيارات الجي دي اي، وحتى الغير جي دي اي ممكن تصير نفس المشكله. الجي دي اي غالبا اللي هيجيك يتفنن عشان ينظف البلوف، يعني بالضبط. طيب باش مهندس، الان ايش الصيانات اللي بتتسوى باختصار للسياره هذه بس تنظف البلوف؟ العطل الاساسي عند المشكله في السلف. تمام، السلف، ايوه، لسه العميل ما عنده خبر ان البلوف فيها مشاكل وعنده هنا في تهريب في الكوح هذا بلاستيك تقريبا. هو بيحط مويه، طبعا السلف جاي تحت الثلاجه عشان كذا فكيته الثلاجه. ايوه بالضبط، هذا حلوين حلوين. فحبينا ان احنا نفيد المتابعين ونعلمهم ايش الصيانات الصحيحه، وفي نفس الوقت راح نعلم العميل لو عنده رغبه انه ينظف ما عنده مشاكل. طيب لو ما تجي تنظف، معلش، ايش الطريقة المناسبة للتنظيف؟ الطريقة المناسبة للتنظيف، راح نحط كل سلندر في شوط ضغط. شوط ضغط يعني السلندرات البلوف راح يكون كلاهم مسكر، ونحط المادة وننظف بالهواء، بعدين تسحب، بعدين نسحب. وكمان اجراء ان احنا نكون عندنا يعني في السيفتي مرة نفك البواجي ونشغل السيارة عشان نطلع لو كان في اي سائل. ايوه انضغط. طب السؤال، كيف تخلي البلف في شوط اللي انت تبغاه؟ كيف تخلي البلف في وضع القفل؟ خلينا نقول طريقة ان احنا نحرك بكرة الكرنك ونشوف هنا كل البلفين سكروا. مزبوط، حلو. تحرك بكرة الكرنك ممكن تكون يدويا حتى. ايوه يدويا عادي، ما في مشكلة. يعطيك العافية. طيب تورينا في باترول ثاني مصادفة وراء. طبعا السيارة هذه كمان باترول، ولكن هذا المحرك الاصغر، هذا بلاتينيوم المحرك الاصغر. شوفوا البخاخات وين جاية، اشرنا عليها بيدك عبد الله عشان الناس تشوفها. هذه راكبه في الثلاجه وتنزل على البلوف، تنزل ترى حتى البلوف برضه باش مهندس بيكون عليها ترسبات اكيد، بس مو زي الثانيه. ليش؟ لانه البخاخ يكب على ايوه، لان البخاخ بيصب بنزين على البخاخ على البلف. ايوه بالضبط، نص الترسبات بتبقى
رايحه مع رايحه الاحتراق بالضبط. بس عشان تعرفوا تصميم كل السيارتين تقريبا نفس الموديل، بس هذا المحرك ما هو حقن مباشر وهذاك المحرك حقن مباشر. هذا المحرك اللي يسموه 400 المحرك الاكبر، وهذا المحرك الاصغر 5.6. باش مهندس عشان الناس تعرف اذكر اسماء السيارات اللي تعرفها اللي جاي حقن مباشر اللي جاي جي دي اي. عندك المازدات. المازدات ايش؟ المازدا الاربع سلندر، المازدا 6 سكاي اكتيف. حلو السكاي اكتيف. عندك الاكسبيديشن الجديد، الاكسبيديشن اللي فيه التوربو مظبوط. اليوكونات التاهو الجديد، التاهو الجديد اللي بعد 2015 بالضبط. ايش تاني؟ البيمات بصفة عامة موديلات جديدة اللي فيها التوربو بالضبط. في كمان غيرها، فيه الجي ام سي تيرين، فيه الماليبو، فيه الامبالا الجديدة. هي معروفة اول ما تشتري السيارة معروف نظام الجي دي اي. اغلب السيارات الحديثة كلها مدخلين فيها نظام الجي دي اي عشان توفر معنا بنزين، لكن حاجة على حساب حاجة لازم تسوي لها صيانة، تهتم بموضوع الصيانة. لحظة محاسبنا عبد، تعال تعال يا طيب، مسي على المتابعين بالخير. الله يمسيهم كل خير ان شاء الله. اي يا رجل خليه يشوفون فريق العمل. انا عندي اوراق لازم. طبعا الاخ عبد الله المحاسب ومدير الورشه قحطوني ده، وعبد الله وعبد الله عبد الله ممدوح زيبان يقول ده الزبان بتاعنا، وعبد الله القحطاني. نورتنا طال عمرك. الله يسعدك. ايش انطباعاتك بالله بعد اول شهر عمل معنا في الورشه؟ باقي ما كمل شهر. طيب يعني باقي اسبوعين يعني اعطيك الخبر كامل باذن الله. باذن الله ان شاء الله. والعمال ينزل ياكل البونه. اخي تعجبني الاهتمام بالجوله والله. يعني مش عارف انا يعني سمعت عبد الله ايش يقول لك؟ يقول لك زيت الفرامل بياكل لك البويه حقت الارض. مش عارف انا، فلعد اشوف ايش اسمه بمعنى صح عبد الله قاعد يقول لك، ما هو انا لعد يشوف اي زيت بريك في الارض ولا اي زيت اساسا. يا اخي لحظه لحظه، بعيدا عن شغلك الفنان، وين يعني خليني اقول لك متى بدات لحظات الانضباط في العمل عندك؟ اهتمام بالنظافه واهتمام بجوده العمل. الشركات بيصرفوا ملايين عشان يكون عندهم قسم لحاله اسمه اداره الجوده الشامله. اها. علشان ايش؟ الحين عندي عده مرتبه، اي مفتاح عايزه في خلال دقيقه اقل من دقيقه بكون جاي وفاتك المسمار. يعني تنظيم العمل داخل الورشه. أيوه. يساعد بيكون في هالك في الوقت، اقل شيء ربع ساعه نص ساعه في كل سياره على ما تدور مفتاح العده هذا، مفتاح العده هذا، لا هذا ناقص، لا مش عارف ايش. وعشان ما تدور الكشاف حطه فوق راسك. ها لا، عشان كنت شغال في البلاتينيوم والجو هذا. ابوي انا تعلمت منه حاجه جديدة. اللي هي بس بسرعه السناب بتخلص. كلمه ايش تقول لي تعلمت منه؟ كلمه حالك في الوقت. نعم، لانك انت هنا يعني قاعد تبيع صراحة. شوف يا طال عمرك يعني في في مجال خلي ما ادري ايش يسمونه، بس لحظه، في مثل هذا المجال اللي احنا شغالين فيه يقول لك انت قاعد تبيع وقت، لانك قاعد تقدم خدمه، ما انت قاعد تقدم سلعه، والخدمه هذه مرتبطه في الوقت. فاذا انجزت العميل خلال وقت اقل راح تحصل على عميل اخر. طيب تعلمنا مصطلح جديد. شوف أيوة. النوع يلا شوف النوع حاجه غير حالك في الوقت، كما قال الشاعر الجميل مش فاكر اسمه. أيوة. الوقت المطر يقطر الراس تقتله غزه. جميله. هو ده الوقت كالسيف. ايوه ان لم تقتله غزك. وصلت المعلومه؟ وصلت. السلام عليكم. اللون الازرق هذا اختلاف الثقافات. انا بقول لكم هذه يدور اشغل الكشاف بوريك اختلاف الثقافات. بس لا هذا انا اللي اعرفه انه حق عقارب. ايوه هذا يستخدمه لكشف الادخنه بالضبط. يا سيدي ليك في نظام الايفاب. طيب يا اصلا الجو عندنا كله ضباب يوميا، كيف تسوي؟ يا عمي في السياره. واو ايه كويس. انما انت عقارب دي بقى وكح كشتات وقر ورا زبان ووقع راس ده. احنا هنا سيارات مالناش دعوه بالكلام بتاعك. والله فعلا يعني اكثر معنى معبر لاختلاف الثقافات. واحد يبغى الكشاف عشان يدور العقارب، والثاني يستخدمه لكش تسريبات الهواء. ايش عارف هوايه هوايه ولا بخير. هوايه متعبه صراحه. طيب واحد من المتابعين ارسل لي كلام جميل الان. أيوه. يقول طب ليش ما تنظف البلوف حقت الجي دي اي بالبنزين حتى لو نزل البنزين قابل للانضغاط وما تصير مشكله؟ مين قال كذا؟ سائل. حتى البنزين سائل قابل غير قابل للانضغاط. طيب. وغير كذا في شغله، عشان اغسل بالبنزين فانا محتاج حوالي 20 لتر بنزين. طب العبوه هذه اللي حوالي 500 ملي. أيوه. قادره ان هي تفتت بس من اول تش 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 عسل وغسل. طب خليني انا اقول لك مداخله ثانيه. أيوه. البنزين اصلا ينزل على شكل رذاذ. حلو. لانه البخاخ مسؤول عن رش البنزين بشكل بسيط جدا، فحتى لو كان بنزين بس كميته كبيره راح يسوي نفس الضرر اللي يسويه اي سائل اخر بانه يطعج ذراع البستم او يكسره. وغير كذا حتشرق معنا السياره شوي على مدشت. حتشرق السياره. طيب كمان في شغله ثانيه، لو كان في بخاخ عطلان يصب بنزين بشكل كبير
لو كان في بخاخ مفتوح ويصب بنزين بشكل كبير، سواء الخلل في البخاخ نفسه أو في كهربته، نفس الضرر راح يصير. أصلا راح ينطعج الذراع لو كانت كمية البنزين كبيرة جدا. مستحيل أنها بتكون بنفس، لو السيارة شغالة بيكون في حرق. لا البلوف جالس يفتح معك. ممكن تصير معك وصارت في بعض أنواع السيارات إنه. لأنه بيكون هاي براشر عالي. بالضبط. تتجمع كمية البنزين مع أول دقة سلف بعدين. صح، يعني يكون بينسم في البداية. بالضبط. فإذا البنزين لو كانت كميته كبيرة جدا راح يسوي نفس الضرر. إذا باختصار شديد خلينا نقولها بصيغة أجمل، ممنوع دخول أي كمية كبيرة من السائل داخل غرفة الاحتراق أيا كان هي. نوع. والآن يا شباب هذه عينة من الترسبات اللي موجودة على البلف، بنوريكم تجربة عملية. تكفي خلاص. طيب راح نحط في الكاسة هذه عينة، وراح نحط في الكاسة هذه عينة أخرى. تمام، حط أكثر عشان تكون كمية متقاربة. تمام، إيش بنسوي فيها الآن؟ بنصب على هذه شوية بنزين، نشوف تفاعل البنزين معها. طبعا بنزين أخضر، شوفوا كيف تفاعل البنزين، لاحظوا. طبعا البنزين أصلا في سيارات الجي دي آي أصلا ما يوصل على عينة الأوساخ هذه لأنه يصب تحت البلف، ولكن نقول لو أحد نظف ببنزين ونشوف تفاعل المنظف مع العينة الأخرى. شيل يدك، شوفوا كيف التفاعل، شايفينه؟ سيب سيب سيب، شايفين كيف التفاعل؟ تفتتت مباشرة هنا، قلبت طبعا كسائل بس ما احنا شايفين اثر التفاعل، ولكن هنا شوفوا كيف اتفتتت تماما، يعني هنا ذابت هنا تفتتت زي ما انتم شايفين، ولا زال التفاعل جاري. يا شباب الصوت بالاذن مسموع، هذه العينة اللي فيها السائل، يعني قاعد أسمع صوت تفاعل كيميائي حتى. وخلينا نقول أنه فعليا ذابت في البنزين، هذا بنزين، ولكن تفتتت أكثر مع السائل، مع أنه طبعا كمية البنزين هنا كبيرة جدا وكمية السائل هنا حق التنظيف اللي استخدمناه كانت قليلة جدا، بس رشينا بالرشاش فقط. فلو كانت أعتقد كمية السائل كبيرة زي البنزين حنشوف كمان تفاعل أفضل وأفضل، ولا زالت تتحلل، شوفوا كيف. والله احنا الان على السائل مو على البنزين، شوفوا كم صار لنا وقت ولا زال التفاعل والتفتيت جاري. غير كذا المفروض المنتج هذا تستخدمه والسياره شغاله. والسياره شغاله بالضبط، يعني طيران المفروض بتستخدمه والسياره شغاله. هذا المنتج نستخدم كوقايه في البدايه كصيانه. ايوه هذا طبعا تستخدمه في الاثناء حالات الزراعة. طبعا في منتجات كثيره يا شباب في السوق، بس احنا قاعدين نعرض لكم تجارب للفائده وعلى العينات اللي موجوده عندنا. بنزل ان شاء الله المقطع هذا على اليوتيوب، فاذا في احد برضو عنده اي حاجه حاب يشوفها قبل ما اشطب تصوير السنابات ممكن يقول لنا. هذا لا زال التفاعل، احنا قاعدين نسولف يمكن صار لنا دقائق ولا زال التفاعل شغال. الآن زودنا الكمية على الجزء اللي نظفناه بمادة التنظيف، وشوفوا كيف التفاعل، يعني شيء مو طبيعي زي ما انتم شايفين. طبعا حتى لا زالت الآن الكمية أقل من البنزين، شوفوا هنا البنزين وشوفوا هنا الكمية. تمام، وبنجرب لايف على البلف ونوريكم. هذا لايف على السيارة وهذا البلف قافل، تمام زي ما انتم شايفينه، وبنصب عليه البخاخ او بنسكب او بنرش عليه البخاخ بمعنى اصح. وشوفوا التفاعل من الداخل ونوريكم نتيجته بعد ما يحللوا. هذا الان تفاعل مادة التنظيف مع الاوساخ اللي داخل البلف، طبعا البلف هذا قافل فيفترض ان السائل ما راح ينزل للاسفل.
طبعا عندنا صوت مطر بفضل الله ورحمته، وهذا شكل التفاعل من الداخل. وبعد ما نخلص التنظيف حنوريكم صورة واضحة بإذن الله. طيب مهندس عبد الله، احد المتابعين يسال هل حتتاثر جلد البلوف؟ اتحملونا في الورشه شويه ازعاج؟ ما لا ابدا ما تتاثر ابدا. ليش ما راح تتاثر؟ لان جلد البلوف بتكون موجوده في الراس عشان تحجب الزيت ما ينزل داخل السلندر. طيب السؤال الثاني، ننظف راس البلوف نفسه. اها طيب، ما له علاقه. التنبيه الاخير نعيد ونكرر، اذا ترسبت الاوساخ بشكل كبير في شغلات راح يكون الضرر كبير، بس في شغلات حابين نحكيها. يعني لازم تسويها كصيانه قبل اصلا ما تتراكم كميه كبيره من الترسبات. السياره بنسميها نظريه بتصح الميت. زي زيت الجيربوكس اللي مثلا 10 سنين ما غيرته ماشي عليه 300,000، تيجي تغيره مع السلامه. شغلات زي هذه تيجي تنظفها مع السلامه، لازم هيجيك ضرر. في شغلات يا تسويها من البدايه يا اما توديها عند مختص تشوف ايش الحل. وحتى من البدايه لازم تكون باحترافيه. بالضبط. طيب نشوف نتيجه التفاعل الاخيره. طيب يا شباب، وهذه نتيجه التفاعلات بعد وقت اطول. هذا البنزين، هذا البنزين شوفوا كيف، صحيح فتتها في وقت اسرع لكن الترسبات اكبر، وهذا ماده التنظيف، ولاحظوا الفرق مع انها كميه اقل، فتتها بشكل ادق وصارت يعني خليني اقول منسجمه مع السائل اكثر من البنزين. والآن حنضغط بالهواء عشان نطلع الأوساخ اللي داخل. شوفوا هذه الكمية اللي طلعت في الفاين. مداخلة كده سريعة بما أن عبد الله يكمل الباترول، هذه سيارة كامري جابها لنا عميل عنده مشكلة لمبة الاي بي اس. ولا خلينا نفحص السيارة ونشوف النتيجة. أنت مو أول مرة تجينا، جبت لنا اللكسس قبل كده، وكيف رايك في الشغل؟ خلينا ناخذ تعزيز من عملاء شوي. السلطان حقه اللي كان لسه مرشوش ده. شغل ما عدل. الله يبارك لك، اتذكر سيارتك كان فيها مشكله في الضفيره. الله. كان فيها مشكله في ايش كمان؟ حساسات العزل. حساس النوك سنسور، صحيح صدق، اللي تحت الثلاجه. الى حد الان نحمد الله ونشكره. ترى سيارات لكسس ال 430 تعاني من مشاكل في الضفيره بصراحه بسبب الحراره العاليه. يا عمي مش عايز تندر، بص مطلعني. بالله عليك. كل هذه من نفس البلف؟ بس باشت. يلا كمل كمل. طيب بنفحص الآن السيارة هذه ونقول لكم إيش المشكلة اللي فيه. خذ من عندي قاعدة، غالبا إذا ولعت معك لمبة الاي بي اس ولمبة الجلنط مع بعض غالبا كنترول الاي بي اس لا يعمل. ففك الجلنط الآن يا مصلح، يسار رجل، فك الجلنط، لا زالت اللمبة مضاءة. هذا على الغالب إنه كنترول الاي بي اس لا يعمل. انت قد شفت اول شغلنا في اللكسس كنت معانا انه لما نحدد سنسور لا يعمل او كنترول لا يعمل ممكن يكون هو نفسه عطلان، ممكن تكون ايش ضفيرته فيها مشكله. بفحص الكمبيوتر راح يعطينا شويه انطباع اذا خش الكنترول واعطانا كود، والا لازم نشيك الضفيره اولا. طيب يا شباب لاحظوا في الكامري، شوفوا الزيت وين واصل، فوق الماكس تقريبا، فوق الماكس، فوق الماكس. هذا غلط يا جماعه، لازم يكون ماكسيموم، يعني اعلى شيء على خط الماكس. ودائما يا شباب انا لما اقول كلمه غالبا ترى ما معناته دائما. الان اتضح انه كنترول الاي بي اس شغال 100% مع اني فك الجلنط واللمبه والعه، بس فعليا ما لها علاقه بالعطل. العطل في الاي بي اس في السياره هذه فقط حساس الاي بي اس الامامي الايمن، ولكن عند العميل مشكله اخرى تخص لمبه الجلنط. ممكن يكون السويتش اللي تحت دعسه الجلنط، ممكن يكون الحساس حق زيت الفرامل، ولكن في هذه السيارة ما له علاقة بموضوع الاي بي اس، وراح اوريكم ليش. طبعا العميل جانا يشتكي انه السيارة انصدمت في الجانب الايمن وشاكك في الكنترول. بعد ما فحصناها ايش طلع لنا النتيجة؟ طلع عندنا ان الضفيرة حقت السيارة سليمة. كيف عرفت؟ لانه طلع عندنا ان الحساس نفسه اللي خربان والكنترول حق الاي بي اس سليم. يعني لانه الحساس اصلا الكنترول هو اللي يعلمنا انه عطلان. أيه. فلو كان الكنترول عطلان او ضفيرته عطلان ايش راح يصير؟ لو كانت الضفيرة عطلانة كان بيطلع لنا ما كان نقدر ندخل عليه، صحيح كلامك. وهذا الحساس فرونت سبيد سنسور رايت سيركت، قد يكون سلكه مقطوع، قد يكون الحساس نفسه عطلان، بنتابعه. ارفع للعميل السياره رفعه خفيفه ولا لف الدركسون وشوف الحساس الامامي الايمن. وهذا رقم الكود للي يهمه يعرف،
C1464 front speed sensor RH يقصد فيها right يمين وfront يقصد فيها أمامي. كلمة سيركت يعني الدائرة، يعني الدائرة الكهربائية الخاصة بحساس الـ ABS الأمامي الأيمن لا تعمل بشكل صحيح، ممكن تكون قطع في ظفيرة الحساس، ممكن يكون نفس الحساس متعطل، لازم تتشيك واحدة واحدة. وهذه بعد عملية التنظيف شبه النهائية، باقي كم محاولة كمان إضافية ونكون خلصنا حلقتنا لليوم. نتمنى أنكم استفدتوا منها، وإيش نقول لهم في النهاية؟ أهم حاجة تعرف كيف تستخدم المنتج قبل ما تسوي أي شيء. يا رجال أنت دلعين يبغى لك تنظيف، ما هو بس البلد. شفت كيف؟ و لا 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 مسدس نفسه مات. هذا المسدس من اثار التنظيف. ايوه مسدس نفسه مات. وراح ننزل لكم الحلقه هذه على اليوتيوب لحظه. ايوه في شغله. أيوة. ونتمنى انكم تقولوا لنا ايش الحاجات اللي تبون نصور لكم اياها مع فريق العمل في المركز. صورنا لكم اليومين الاخيره بكثره مع المهندس عبد الله، ونقول له يعطيك العافيه. الله يسلمك. ولا تنسوا تشتركوا في القناه، تنشروا المقطع لكل اصحابكم وخصوصا المهتمين في السيارات. أنا استودعكم الله ونلتقيكم على خير. طيب طيب المتابعين يبغون يشوفون إبداعات المهندس محمد سعد، إيش بتصور لنا؟ بتفك ماكينة المازدا صح؟ وين راحت المازدا؟ برا طلعتها برا. نصور وأنت تفك الماكينة اللي فيها الصوت؟ تصور. كلام أكيد؟ إن شاء الله. وعد؟ إن شاء الله. ترى وعد الحر؟ دين عليه. انتهينا. نبغاك تصور وتطلعنا معلومات جميلة ومعلومات مفيدة. أنا خلاص ما عاد بصور أي حاجات مفيدة. إذا عندك فريق عمل مبدع بس وري العالم إبداعات فريق العمل ويكفي. أنت عبد الله يبغون سنابك. إيه؟ يبغون سنابك على الخشب. بس بعدين أخاف يتابعونك ويسحبون علي. أنا معاك أروح فين؟ طيب يلا وريني السناب.